بسم الله الرحمن الرحيم. حونشية صاحب شكشكة عتكح. أنا ماني بزر، بس مو هذا الدخان اللي أنا أدخنه. الحب عذاب وإقلاع إلى الضياع، وطنش تعش تنتعش، وأبو فلان وأبو زعطان وأبو درغام أسير الغرام والعذاب. وأروح لمين؟ وحيرت قلبي مجروح على حبيب رايح فيها. هل تعرف معناها؟ والله إني كنت أكتب الأشياء هذه كلها ولا أدري إيش معناها. ماذا؟ خذ الحبة هذه تخليك تحفظ الكتاب بالمؤلف بالفهرس بالمقدمة. ماذا؟ معاهم معاهم عليهم عليهم. أتحرك في الدقيقة 100 حركة. في الأخير خشيت حصة الرياضيات على بالي إنها علوم. لماذا؟ كيف؟ مستلج شادة. قال اطلع برا وجيب ولي أمري. قلت أجيب ولي أمري ليش؟ شايفني بزر؟ الله صوتك كان رهيب يا أخي. قدام إبليس. كان عندي شيطان إكس إكس لارج. أنت برضك تتعاطى هذا أبو ريحة؟ خفش. ماذا؟ وهي ما هي راضية تطلع إلا خفش. إلا العسكري طل قال ما شاء الله تبارك الله. إيش السواق اللي يسلم والراكب يرد؟ أنزلوا من السيارة. طخ. ليش تكذب؟ قلت ها؟ طنش تعش تنكفش تنفرش. حرامي. وأشيل الأنبوب وأنا ماشي قاطع السكة، إلا الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله. تخيل يوم الجمعة والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، إن الناس خرجوا من المسجد زي الحج. حرامي حرامي حرامي. لما قال لي تصير ذكي كأني غبي. الصلاة. قل هو الله أحد. إلا أنا قلت لا يا شيخ، هي خاربة خاربة، خلينا نعميها. يلا اقلب وجهك. هجولة هجولة. إذا ما رأيت دموعي تجري فأنت بما في فؤادي تدري. كثيرون خاضوا نفس التجربة ولم يحصل لهم شيء. ليش تطالع في 21 سنة تعاطى ما صار له شيء؟ الشيطان قال له ماجد يخاف الله. ماجد لما يسوي شيء الشيطان يقول له خاف الله. الشيطان 15 سنة وأنا أطيع الشيطان، زي ما يقول لي يمين أقول له ما أقول له لا، يسار أقول يسار، يسار أقول يسار. اسأل نفسك هل فعلاً المخدرات فيها نجاح؟ تموطن بؤسي بقلبي وصدري وأوقاد في داخلي كل جمري. لأيت كثيراً كثيراً، وقد مزق الذنب في الضمير. يا رب يا رب يا رب وفقني يا رب إنه البيع ما يروح. يا رب وفقني إن أجيب الفلوس وأشتري البضاعة الفلانية. يا رب تطلع أصلي. يا رب لما أسرق ما يمسكوني. يا رب ألقى حاجة ثمينة أسرقها. لا إله إلا الله. شوف أنا كيف كنت أسوي وأنا ما أدري. قلت لأجل السموم الطرق فلم أجني غير صنوف القلق، وظلم الليالي ومر الأرق، وحزني يعانق بؤسي وقهري. إلا أنا جن جنوني. كان عندي مسدس عيار 9 مل. تخيلوا يا أخوان إني أخذت المسدس هذا وأشهرته عليها وقلت والله العظيم قسما بالله لو ما طلعين المادة لا كان أنا أطخك دحين وأجيبك الأرض. بعد ما كنت المدمن والمروج واللي ثيابه وسخة ووجهه محترق من المعاصي والدخان وثيابه محترقة. أنا المدمن المسرف المذنب، أنا التائه البائس المجدب، فأمي هوايا وذنبي أبو، وسري يقبل في الذنب جهري، وسري يقبل في الذنب جهري. مطرود. سويت مشكلة وقلت يا ولد مالك إلا أهلك، بعد ما أهلي طبعا طردوني من البيت بسبب المشاكل اللي أنا أسويها. أين كنت تسكن؟ صار نومي الأساسي والمكان اللي أتعاطى فيه المقابر والخرابات والشوارع اللي ما فيها إلا المشبوهين. هذه صارت أماكن تواجد. فأي حياة الجفا في حياتي
وأي مصير عليه مماتي إذا أنا أحرقت في الذنب ذاتي وأصبحت رهنا لدود وقبر. واللي زيد يألمني أكثر إني الآن أشوف ناس يبقى يخوض نفس التجربة. لماذا بدأت هذه الرحلة؟ 15 سنة من عمري ضاعت من أجل أن أنا أبحث عن السعادة الوهمية. يا الله، أنا أخاف من الموت خوف لدرجة أني كنت عاطي المخدرات وأحط الإبرة في يدي وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، لكن سويت مصيبة أكبر من تعاطي المخدرات وأنا ما كنت أشرك. أنا كنت أشرك بالله سبحانه وتعالى وأنا ما أدري. يا رب أذانا قد أتيت، نأيت بعيدا ولكن رجعت، علمت بأنك تعفو فجئت لأعمر بالخير والطهر عمري. لماذا هذا الموضوع بالذات؟ موضوع يهم الكبير والصغير، يهم الكبير والصغير، وموضوع دمر كثير من الشباب، دمر كثير من الشباب. يا رب أذانا قد أتيت، نأيت بعيدا ولكن رجعت، علمت بأنك تعفو فجئت لأعمر بالخير والطهر عمري. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي تقدم هجولة للأخ الداعية ماجد الفيصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أخوان، أنا جاء اليوم أتكلم في موضوع يخصنا جميعا ويهمنا جميعا، يهم الكبير والصغير، الأب والابن، المرأة والشاب. موضوع دمر كثير من الشباب، موضوع شرد كثير من الأطفال وفكك كثير من الأسر، المسلمين وغير المسلمين يكافحوه ويعالجوه. هذا الموضوع موضوع المخدرات، وما أدراك ما المخدرات؟ المخدرات التي يتوقع بعض الناس إنها الهيروين فقط. أنا أبغى أقول التفرقة اللي الشباب يفرق فيها في المخدرات، يقولوا الحشيش غير والحبوب المنشطة غير والهيروين غير. أنا أعطيك مثال، ودي إنك أنت تستنتج الفرق بين المخدرات بالمثال هذا. خلينا نشوف أربع أنفار كانوا جيعانين وكلهم خشوا على بوفية، واحد طلب سندويش كبدة، والثاني طلب سندويش بيض، والثالث طلب سندويش جبنة، والرابع طلب سندويش فلافل. الشبه بين الأربعة هذولا إنهم كلهم جعانين، الأربعة شبعوا، هذا التشابه اللي بينهم، لكن بكل واحد بطريقة خاصة، كل واحد شبع بطريقته الخاصة. فهذا تقريبا أنا أشبه المتعاطين المواد المختلفة بنفس التشبيه هذا، والله يكرم النعمة. هنا نشوف الشخص يشبع شيء خاص فيه بطريقته الخاصة، اللي يشبع عن طريق الهروين، واللي يشبع عن طريق الحشيش، واللي يشبع عن طريق الحبوب أو الشراب، وما في اختلاف. والدليل إن جميع المواد هذه تعالج في المستشفيات علاج الإدمان، وجميع المواد هذه يعاقب متعاطيها في الجهات العقابية، ففين الاختلاف؟ ما هي إلا بعض الأوهام يتوهمها بعض الناس المتعاطين لإقناع أنفسهم وإقناع الآخرين بأنهم يتعاطون مادة أهون من المادة الثانية، وهذا طبعا كلام غير صحيح. والدليل شوفوهم عندنا في المستشفيات، جميع المواد حشيش وحبوب وشراب وهروين جميعا بيعالجوا نفس العلاج ويحضروا جميع المحاضرات مع اختلاف الفوارق العمرية والظروف الاجتماعية. وهذا الشيء اللي أنا بتكلم فيه خاص جداً بماجد، هذه معاناة ما هي مقروءة من كتاب ولا سامعها من شخص، هذه معاناة حقيقية عانيتها يوم بيوم وسنة بسنة ودقيقة بدقيقة. أنا جربت تعاطي المخدرات لمدة 15 سنة، 15 سنة من عمري ضاعت من أجل أن أنا أبحث عن السعادة الوهمية، 15 سنة من عمري ضاعت وأنا في خيال وأوهام ومعاناة وألم ودموع، دموع أمي ودموع أهلي ودموعي أنا بنفسي. وللأسف أنا ما قدرت أتوقف، كان تعاطي في البداية بكيفي لكن كان توقفي ما هو بكيفي. لكن أنا قبل ما أبدأ هذه القصة أسأل الله العلي القدير إنها تكون رسالة عظة وليست مجاهرة بالمعصية، وأتمنى إنكم تركزون
على العظة وليس على الإثارة، على المعاناة وليس على المتعة. قبل ما أتكلم في هذا كله راح أبدأ بحياتي في بداية عمري. عشت طفولة جدا سعيدة، طفولة ممتازة جدا، فتحت عيوني بين أمي وأختي وجدي. الوالد كان منفصل عن الوالد وهي حاملة. أفتقدت حنان الأب، أفتقدت معاملة الأب، لكن ما كنت مركز على السلبية، كنت مكتفي بحنان أمي، كنت مكتفي يوم كانت تحط يدها على راسي وتهون علي بعض المشاكل. رغم هذه المعاناة اللي كنت أعاني منها، اللي هي عدم وجود الأب وعدم وجود أخوان كانوا بالنسبة لي عزوة خارج البيت، كنت أحس بحنان الدنيا كلها وأنا في البيت بين أحضان أمي أو أنا قدامها في البيت. لكن مجرد ما أخرج الشارع وألتقي بالشباب كنت أفتقد هذا الحنان والأمان. ليش؟ لأني كنت أشوف الناس هذا مع أخوه وهذا مع أبوه وهذا مع ولد عمه، وأنا دائما وحداني. رغم أن أنا في المدرسة كنت من الجيدين، رغم أنه كانت عندي هوايات كثير، منها لعب كرة القدم، منها التنشيد في المدرسة أو الإنشاد، كنت أحب الرسم، كنت أرسم، عمري ما عد سنة، وكانت عندي أحلام جدا جميلة. كان منها أن أنا ودي أصير دكتور، وفي يوم من الأيام أقول لا ضابط ولا كابتن طيار. وللأسف كانت أمي ودها أني أطلع ضابط أو دكتور، وكانت تحلم أن يقولوا لها أم الدكتور ولا أم الضابط. أنا ما كنت أقدر أحقق الحلم هذا، أو أنا اعتقدت أن أنا ما أقدر أحقق، لأني كنت أفتقد للأمان خارج البيت. أخذت قرار أن أنا أوفر الأمان هذا لنفسي. كيف؟ حاولت أني أنتمي للحونشية، للناس اللي معروفين بالمشاكل، لأني كنت أخاف من هم يسوونه ضرب هذا وأخذ حق هذا وسلب مال هذا. كانت هذه كلها تصير معايا، وكنت أخاف منهم ما ألقى أحد يوقف وجههم ولا يوقف في طريقهم أو يوقف معايا. حاولت أن أنا أتودد للمجموعة هذه عشان أكسب الأمان هذا لنفسي. بالفعل حاولت أن أنا أحصل على كرت عضوية مع المجموعة هذه، وثمن الكرت هذا أني أنا أنفذ كل شيء يسووه وأقوم بكل شيء يسووه. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والشاعر يقول: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. وإحنا نقول بلغة عامية الصاحب ساحب. أكيد 100% إن شاء الله إذا كنت تذاكر وتمشي مع واحد يذاكر راح تذاكر، وإذا تمشي مع واحد يصلي بإذن الله راح تصلي، وإذا مشيت مع واحد راعي قيران ومراويس راح تصير صاحب شكشكة، وإذا مشيت مع واحد راعي جلنطات وتفحيط 100% حتفحط. قبل ما أمشي مع المجموعة هذه كنت أصلي في المسجد وأنا عمري 9 سنوات تقريبا، وبعد ما مشيت مع المجموعة هذه صارت الصلاة وسع صدرك على ما قالوا. ساعات يقول لك دوب الأذان أذن، لا تسوي إنه مطوع، أصبر شوي. وساعات يقولوا الإمام هذا يطول نلحق الركعة، لأنهم هم أصلا ما يصلون إلا في المناسبات أو إذا أحد أحرجهم في الصلاة. عشان كذا أنا بعدت عن الصلاة، لأجل أن أنا أمشي معاهم ما كانوا يساعدوني على الذكر ولا على طاعة الله سبحانه. المجموعة هذه صار حضوري في المدرسة سبت وأحد واثنين، الثلاثاء والأربعاء هذه على الكورنيش في جدة، حاطين رجولنا من المدرسة وجالسين نتمشى على الكورنيش. يوم الاثنين في الليل أنا أقول لأمي ترى بكرة أسبوع النظافة عندنا، مسكينة ما تقدر تتابعني خارج البيت، لكن في البيت كانت تقدر تتابعني. كنت أتألم من تعليقات الشباب لما كانوا يقولوا مجلس الآباء ها بتجيب أمك، كان يألمني هذا الموضوع، ما أقدر أسوي شيء، كنت ما أقدر أشتكي لأمي لو كان أحد يأذيني، كله كان خوف إنهم يعلقون علي ها جبت أمك جبت أمك. وكنت أكتفي لما كنت أجي البيت ووجهي مصفوق أو متغير، وكانت تطبطب علي وتقول لي إيش بك يا ماجد، أقول لها ما في ولا شيء، ما أقدر أقول لها إنه الناس يعايروني إنه أنا ما عندي أب. كنت دائما أسألها أقول لها وين أبويا، كانت تحاول إنها تراوغ معايا أو ما تقول لي الحقيقة. أبويا كان مو داري عني، طلق أمي ونسي إنه له أبناء الله يغفر له ويرحمه. طبعا هذا ما هو إسقاط إنه سبب في تعاطي المخدرات، لأنه في ناس كثير كانت ظروفهم أسوأ من ظروفي وما تعاطوا المخدرات، لكن أنا أتكلم عن الشيء اللي أنا عانيته. فبدأت أسوي نفس الأشياء اللي سوونها شردة من المدرسة، حجزت لي كرسي في الصف الأخير، ويوم من الأيام عرضوا علي الدخان. يوم أخذت أول شفطة دخان، ويمكن اللي دخن يعرف الشيء، أول شفطة دخان أخذتها قعدت أكح وعيوني حمرت وشكلي تغير، إلا واحد من الشلة قال يا أبويا من فين جبتوا الورع هذا لنا يا أبويا، هذا بزر من فين جبتوه؟ طبعا أنا زعلت
وجن جنوني لما قال كذا، انا ما ابغى الشله هذه ترفضني، حتى الدشر يرفضوني، ما ابغى، انتوا اللي بتوفروا لي الامان والحمايه. فقلت على طول انا مالي بزر، بس مو هذا الدخان اللي انا ادخنه. شوف كيف انا حاولت ان انا انتمي كل قوه للمجموعه. طبعا دخنت، بدأت اكتب على الماصة: الحب عذاب واقلاع الى الضياع، وطنش تعش تنتعش، وابو فلان وابو زعطان وابو درغام اسير الغرام والعذاب، واروح لمين وحيرت قلبي. ما خليت عبارة الا كتبتها، وراسم على الدفتر حقي قلب وسهم في وسطه وينقط دم مجروح الاخ حبيب رايح فيها. والله اني كنت اكتب الاشياء هذه كلها ولا ادري ايش معناها. واللي معايا كانوا يوم كل واحد بعد فتره يجي وجهه مشطوب مجروح، ايش فيه؟ اتر الناس قدام المرايه يحكون وجيههم بالموس، يبغون الشنب يطلع والدقن، مستعجلين على الرجاله، كنا متوقعين ان الرجاله بالدقن والشنب. ولاحظ انه الناس اللي يتعاطون او صديق السوء عنده اسلوب عجيب في الاقناع، يفتقدوا كثير من الناس الطيبين. ولو هذا الاسلوب كان عند ناس طيبين يقنعون في الخير كان ما في احد صار احسن مننا. شوف لو جاء واحد قال لولده: انا والله ابغى اسافر الدوله الفلانيه واشوف المنكرات والى اخره، ايش نتوقع الرد؟ قليل ما يقنع بطريقه سليمه، لكن الاغلبيه راح يعطيه كف، ويا ام فلان لا يخرج من البيت، واحجزه مفتاح السياره، واقطعوا المصروف، وسووا له وافعلوا له، ممكن يحل المشكله. لكن الاغلبيه ما حتنحل المشكله لانه ما اقتنع. ليش انت ما تبغى يسافر وما تبغى يشوف هذا كله؟ ممكن يجي واحد ثاني يقنعه بطريقه انت ما تبغاها ولا ترضى فيها، فالاخير انت هو تدفعون الثمن. وننسى قصه الرسول عليه الصلاه والسلام مع الشخص اللي جاء قال له: يا رسول الله اذل لي بالزنا. شوف الاقناع والحوار والحكمه. يا رسول الله اذل لي بالزنا، ما شد عليه ولا نهره، قال له تعال، وقرب منه وجلسه وقال له: اترضاه لامك؟ قال له لا. اترضاه لاختك؟ قال له لا. اترضاه لخالتك؟ قال له لا. قال له كذلك الناس لا يرضونه. قال له ادعي لي يا رسول الله، رضي بالعرض الحكيم وادعي لي يا رسول الله. لكن مين فينا يكون عنده الحكمه هذه في الاقناع؟ للاسف صديق السوء عنده حكمه وعنده اسلوب في الاقناع عجيب جدا. انا ما لقيت الشخص اللي يقنعني بالطريقه السليمه، ولقيت الشخص اللي يقنعني بالطريقه الخاطئه. جينا وقت الاختبارات وقالوا السنة هذه صعبة، لكن خذ الحبة هذه تخليك تحفظ الكتاب بالمؤلف بالفهرس بالمقدمة. قلت ما شاء الله تبارك الله، أنا ودي أحفظ الكتاب بالفهرس والمقدمة، علما أني أنا ماني محتاج أحفظ لا المقدمة ولا الفهرس، لكن معاهم عليهم عليهم. فتعاطيت الحبوب بدافع أن أنا أبغى أنجح، وأنه أنا هذه السنة هذه صعبة علي، ونسيت أنه أول ما كتبت ألف باء كتبت زرع وحصد كان صعب ما كان سهل، نسيت هذا كله. لكن لما مارستها وتجاوزت المرحلة صارت سهلة. وللأسف ما سألت نفسي سؤال أنه ليش هذولا أصلا ما نجحوا لو كان هذه تنجح؟ يعني هل معقول الناس كلها اللي ناجحة بالمنشطات؟ طيب ليش أنا نجحت السنين هذه كلها من دون منشطات؟ للأسف ما أخذت الوقت الكافي أن أنا أسأل نفسي السؤال هذا. أتمنى منك أنت لو أحد عرض عليك أنك تسأل نفسك السؤال هذا: هل فعلا المخدرات فيها نجاح؟ أكيد لا. فلما تعاطيت الكبتاغون هذا والأبيض زي ما كنا نقول، صرت في البيت زي المكسيمة، أتحرك في الدقيقة 100 حركة، أتكلم في الدقيقة 1000 كلمة، ما في شيء في البيت إلا أسويه، أقوم وأجلس وأكتب وأمسح وأشيل وأحط. أمي تقول لي: إيش فيك يا ولد؟ ما في ولا شيء، إيش فيكم أنتم؟ أهلي مستغربين، وضعي مو طبيعي، لكن أنا شفت أن أنا طبيعي. أكتب وأمسح وقعدت أرسم وماسك الكتاب وأكتب وأخط ومش عارف إيه، في الأخير خشيت حصة الرياضيات على بالي إنها علوم. شوف زي ما كنا نقول مستلج شادة، في الأخير في وسط الحصة في اختبار اللي بعده طلعوني من الفصل. ليش طلعوني من الفصل؟ لأني أتكلم مع هذا وأتكلم مع هذا وأشتر لهذا وأشتر لهذا، حذروني كم مرة، في الأخير طلعت من الفصل. وفي يوم من الأيام رايح المدرسة، رايح أخش الاختبار الساعة 11 بعد ما انتهت الفترة الأولى أو الفترة الثانية، أنا خاش أختبر. وين مدير قال لي حق المدرسة؟ خشيت إلا المدرسة فاضية ما فيها ولا أحد، إيش هذا؟ قلت والله شكلي جاي بدري. اكتشفت إن الناس اختبرت وراحت، وأنا اللي جاي الأخ الساعة 11:30 مدري كم بعد ما الناس اختبروا وبختبر. المدير قال لي: وين رايح يا ماجد؟ قلت خاش أختبر.
قال اطلع برا وجيب ولي امرك. قلت اجيب ولي امري ليش؟ شايفني بزر؟ قال لي اقول اطلع برا شايف الساعه كم؟ قلت له الساعه كم؟ قال لي الساعه 11. قلت وش يعني؟ قال لي الفتره الثانيه انتهت، انت جاي تختبر؟ يلا اطلع برا. عارفين ليش؟ لانه اللي يتعاطى الحبوب فعلا يكون في نوع من النشاط، لكن بعدين ينام نوم طويل ما يحس فيه. انا كنت نايم من قبلها بيوم، من العصر نايم يمكن، عشان كذا فات علي. كانت دخان وحبوب، طبعا فصلت من المدرسة، الآن احترفت شيء اسمه صياعة، وسامحوني على التعبير. فعلا أنا احترفت الصياعة الآن، لأنه صارت مجموعة عندي كبيرة أكبر من أول. تعرفت على الكحول، شربت العرق بدافع إيش؟ اسمع اسمع الإقناع. قالوا تتذكر يا مايد لما كنت تنشد في المدرسة؟ قلت إيه وأذكر. قالوا والله صوتك كان رهيب يا أخي، مرة صوتك كان فظيع حلو، والشراب يخلي صوتك أحلى. قلت لا يا شيخ. قال لي وأكيد وأحسن من الحبوب. قلت يلا يدي على كتفي، دحين خلاص ما عاد في ريوس زي ما أقول، أفصل الريوس. قلت كيف أفصل الريوس؟ قالوا يعني ما تراجع في أي شيء. قلت ولا شيء ما تراجع في شيء. قدام أتعطيت الخمر، طعم الله لا يوريكم هو، وريحة الله لا يخليكم تشمونها إن شاء الله، ريحة كريهة طعم كريه، حسيت إني شربت موية نار، حسيت ان انا زيت التنين هذا اللي يجيب فيلم كرتون اللي يطلع نار من فمه. اول ما شربت الخمر الا اللي جنبي لما شاف وجهي تغير وصوتي ما ادري كيف صار، صرت اقول هات مويه هات ابغى ابرد. قال لي لا تشيل هم، الحين تتعود عليه يا شيخ، احنا كنا كذا في البدايه، ما عليك ما عليك، هذا اللي جنبي يمكن اخذ قرار واقول ما عاد ابغى، فما يفقد واحد في الشله. فبالفعل شربت وتحملت الريحة والطعم واستمريت. فشوية إلا أنا أضارب الناس كلهم، إيش بك يا ماجد؟ إلا أنا صاير زي طرزان، مع أنه أنا في البداية التميت للشلة هذه أنا خايف من الناس، الآن بعد ما تعطيت هذا كله حسيت أن أنا صرت زي طرزان أضارب الناس كلهم وما خاف من أحد، علما أن أنا يديني زي ما هي ما زادت يدين ثانية، ورجلين زي ما أنا ما صارت أربعة، ولا نطولت ولا متنت ولا صار فيه ولا شيء. من فين جات القوة ما أدري، لكن كان عندي شيطان إكس إكس لارج حسسني إنه أنا ما في أحد زيي. صدقت أتري الناس كانت تتجنبني وأنا أحسب إنهم خايفين مني، يتجنبوني لأني ماني قادر أوقف، أتحرك يمين يسار يسار يمين، وأحسب إنه الناس خايفة مني، وأتريهم يقولوا يا عمي لا نروح نبلش فيه هذا، لا يموت علينا ولا يجيب لنا مصيبة. أذكر أن واحد يقول لي يا أخي إيش فيك أنا ماني عارف أكلمك، أوقف عدل. قلت أنت إيش فيك تتحرك؟ أتريني أنا ماني قادر أوقف من قوة الشيء اللي أنا مستخدمه. فزادت الحالة أو تطورت المشكلة، الآن أمي شايفة ماجد يتغير وما يعرف إيش السالفة، ما هي دارة إيش تسوي، ما يعرف تلجأ لمين وتسأل مين. خلاص فرطت زمام المور من يدها مسكينة. بعد تعاطي الخمر وبعد ما قطعت فترة فيه، جاني واحد قال لي اسمع المواصفات، قال انت برضك تتعاطى هذا ابو ريحه؟ قلت ايش ابو ريحه؟ قال لي هذا العرق اللي تشربه والكولونيا والعفانه هذه. قلت الله اكبر الحين صارت عفانه؟ قال لي ايوه. قلت وش الجديد؟ قال لي لا يا ابو الشباب، في شيء يخليك سعيد وذكي استانس دمه خفيف وكشخه. وقعد يوصف لي وصف وصف عجيب يا اخوان، وصف جدا غريب. انا صرت زي ما قلت في البدايه فاصل الريوس. لما قال لي المواصفات هذه كلها قلت قدام خلينا نشوف هذا، وافقت. لما قال لي تصير ذكي كاني غبي، وافقت فعلا ان انا غبي يعني. لاحظوا الاشياء اللي قالوها وشوفوا الشيء اللي انا عشته وعاشوه كثير من الناس اللي تعاطوا المخدرات، المواصفات والواقع. لاحظ، فلما تعاطيت الحشيش اذكر انه في اول جلسه تعاطيت فيها الحشيش وأنا أتكلم مع الشباب أبغى أقول خبز، فأنا أتكلم قلت خفش، إلا قال لي جنبي قال لي إيش؟ قلت له خفش، ومات وضحك، وهي ما هي راضية تطلع إلا خفش، حاولت تطلع خبز ما رضيت، فصرت معاها مضحك ومستانس ويقولوا لي إيش إيش وأنا أقول خفش، وصرت أنا أزيد فيها كمان ونضحك ومتقطعين من الضحك. قلت آها هذه هي السعادة، والله الحشيش فلة، هذا أحسن من الخمر يا شيخ. جينا في يوم ماشيين بالسيارة إلا جينا في تفتيش، إلا السواق يوم شاف الدوريات قال شباب صح صح وفتحوا عيون، كل واحد فينا فتح عيونه وعدل جلسته. يوم جينا عند العسكري إلا السواق قال العسكري السلام عليكم،
يبقى يوهم العسكري انه هو واثق من نفسه وما عنده مشكلة ولا شيء. انا بنفس ارتفاع الصوت قلت عليكم السلام، الا العسكري طل قال ما شاء الله تبارك الله. ايش السواق اللي يسلم والراكب يرد؟ انزلوا من السيارة. نزلنا من السيارة، اربع انفار واقفين، يسألني يجاوب اللي جنبي، يسأل اللي جنبي اجاوب انا، يسأل السواق يرد الثاني. لحسنا مخ العسكري، العسكري قال من فين طلعوا لي هذول البزور الولعان ذول، وين طلعوا؟ اللي ما في واحد فيهم عارف يتكلم كلمة. انا كنت اكثر واحد يتنقز تقريبا. فقال السواق رخصة استمارة، حطيت يدي في جيبي طلعت بكت الدخان قلت له امسك. قال والله انت في ذمتي ما انت صاحي، هويتك. قلت له كرة القدم. قال الله اكبر، هي طلعنا الجيب. رحنا قسم الشرطة في التوقيف واحنا نضحك نتلوى من الضحك على المواقف اللي صارت وعلى موضوع كرة القدم، وانه هذا سلم وانا رديت، وانه هذا سأل وهذا اللي جاوب، مستانسين. وتوقعت انه هذه السعادة. انا اسألكم بالله يا اخوان، هل الموقف هذا يدل على واحد ذكي او يدل على واحد عنده حسن تصرف وحسن تدبير؟ اكيد الموقف هذا يدل على غباء، والا ليش تطلع اكثر النكت على الناس اللي تعاطوا مخدرات؟ محشش سوى وسكران قال، ليش نكت دائما تدل على الغباء ما تدل على الذكاء ولا تدل على الوناسه ولا على السعاده؟ لكن انا ما كنت معطي نفسي الفرصه اني اراجع الاشياء اللي قالوها واقارنها مع الشيء اللي جالس يصير في حياتي. المخدرات لو كان فيها السعاده كان تسابق عليها الملايين من الناس، كان أصلاً اللي قبلنا ما أعطونا فرصة نتعاطاها. لو كان فعلاً المخدرات فيها السعادة كان العالم كله جري وراها، ما كافحوها وعالجوها. فأنا أقول لك العمر راح بين فكت ومسكت، وبعدين وآخرة هذا كله إيش؟ نجيب فلوس عشان نشتري، وإذا اشترينا كيف نجيب فلوس؟ وبعدين قد يكون في يوم من الأيام أنا جلست معاك ولا شفتني ولا شفتك، والآن أنا وضعي مختلف وناس كثير وضعه مختلف. إيش الحل؟ إيش الحل؟ يائس ودع عنك مقولة أنا مبتلى. المبتلى خلينا نشوف، إذا أنت مبتلى نقيس عليها النبي أيوب عليه السلام. النبي أيوب عليه السلام ابتلى 18 سنة، ولما دعا ربه ما اكتفى بالدعاء. الله سبحانه وتعالى قال يعني يقوم افعل السبب، فعل السبب، شرب واغتسل، الله من عليه وقام. وبعدين لا تقول أنا لو وقفت إيش راح أحصل عليه؟ أنا خسرت كل شيء. لا، في نفس الآية اسمع الله عز وجل قال وأهل بعد 18 سنة، لا تقول أنا إيش حصل عليه. أنت توقف وخلي توقفك لله خالص، واتبع البرنامج العلاجي كامل، لا تقعد تفصل فيه. أنا أشوف أن الناس اللي يخشوا المستشفيات ويخرجوا يقولوا إحنا ما استفدنا من البرنامج. أنا أشبهه بشخص خش سوبر ماركت أو مركز تسويق كبير، خش وقعد يدور في المجمع هذا وفي السوق ما اشترى ولا شيء وخرج، رغم أن الناس كثير خارجين بعربيات مليئة من البضائع. هل معناته السوق هذا ما في شيء مناسب؟ لا فيه، بس أصلاً الشخص هذا خاش وما في نيته يأخذ شيء، أو أنه مضيع شيء معين ما سأل عنه أي موظف فين ألقى الشيء الفلاني عشان أخذ عليه. أنا أشبه بنفس التشبيه هذا، اللي خش المستشفى يقول أنا ما استفدت شيء. لا، إذا سألت، إذا تابعت، إذا كان لك نية في العلاج هتحصل عليه، وإلا ليش كثير من الناس تعالجوا في المستشفى وانت ومجموعة يقول لك انا والله ما استفدت شيء من المستشفى؟ لانه في الاصل ما عندك قبول للتوقف. اذا انت تقبلت انك تتوقف وكانت عندك الارادة، تابع ما يقال في المستشفى من الالف للياء، لا تفصل وتلبس بكيفك. للان انت قاعد تختار، فعندك مشكلة في الاختيار، انت اصلا مهزوم من المخدرات، لابد تتبع البرنامج العلاجي اللي بعد الله يخلصك من النقطة هذه. وما ننسى مريم عليها السلام يوم كانت في المخاض، امرأة في مخاض ضعيفة، الله سبحانه وتعالى شباب مطامر من هنا والراكض هز نخلة، شوفك تهزها ما تهزها، لكن هذه امرأة ضعيفة الله سبحانه وتعالى قال لها هزي جذع النخل، معناته افعل السبب. احنا لابد نفعل السبب يا اخوان، لا تقول انا مبتلى وتجلس زي ما كنت اقول انا مسحور ولا مبتلى وجالس ورا المخدرات ورا صوير وعوير واللي ما فيه خير. أتمنى أنك تكون تسمعني، وأتمنى أن هذه الرسالة تصل، أنه ما بعد الظلام إلا الفجر. المشكلة أنه أنا للآن ما قدرت أوقف، مو ما أبغى أوقف، ما قدرت أوقف، لاحظ الفرق، إن أنا ما قدرت أوقف وزادت الحالة. يذكر أنه واحد في المستشفى قلت له إيش تتعاطى؟ قال أنا أتعاطى حشيش الحمد لله. كيف؟ قلت له، قال لي حشيش الحمد لله مو هروين، يعني انه الهروين المشكله والحشيش يقول الحمد لله. شوف التفكير، فيوم تعطيت الهروين
قال لي راح تنسى الدنيا وما فيها. فعلا تعطيت أول جرعة نسيت الدنيا وما فيها، أو كنت بنسى الدنيا وما فيها. جلست من يوم ما مشيت مع المجموعة هذه وحجزت كرسي في آخر الفصل، جلست فترة طويلة تقريبا 15 سنة وأنا غير موجود في الخدمة مؤقتا، خارج التغطية، ما أشعر بأي شيء في الكون يدور حولي ولا أشعر بأي شيء. فين الناس وصلت؟ إيش الناس سوت؟ فين هذا وصل؟ هذا اشتغل وهذا تزوج، وأنا في كينونة تعاطي المخدرات في حلقة مفرغة وأدور أدور ماني لاقي لي مخرج. يوم تعاطيت الهروين صرت أخش مطعم يا أخوان وللأسف معايا فلوس، مو تقول ما معايا فلوس، معايا 100 و500 بل ممكن آلاف في يوم من الأيام، وأخش وأنا ميت من الجوع وما أقدر أشتري حاجة ب10 ريال ولا 5 ريال عشان أشبع ولا أكل حاجة تنسيني الجوع اللي أنا فيه. كل هذا ما أقدر أسويه عشان ما أقدر كنت أروح للبياع فلوسي ناقصة ويردني، أحرم نفسي من 10 و5 ريال وأعطي البياع بال100 وال500 وما أقدر أقول لا، كله عشان الفلوس لا تنقص. صار هدفي في الحياة إني أتعاطى لا أعيش وأعيش لا أتعاطى بس. والله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنا صرت كل تركيز حياتي إن أنا أتعاطى، ولا تعاطيت كيف أوفرها، لا فكت كيف أمسكها، ولا مسكت كيف أفككها. العمر راح بين فكت ومسكت، نسأل الله السلام. استدقون يا أخواني إن أنا كانت ريحتي تشمها من بعد أمتار لما تجي من جنبي. ليش؟ لأني ما أقدر أتروش. عارفين ليه ما أقدر أتروش؟ لأنه أخاف الموية لما نتروش فيها تفك مفعول المادة أو تبطل مفعول المادة، عشان كذا ما أقدر أتروش. ولو أنا ماني مستخدم ما أقدر أتروش لأني ما أتحمل الموية تجي على جسدي بسبب الأعراض الانسحابية أو بسبب احتياج جسمي للمادة. إيش الحياة كلها بدت عشان أبغى أعيش سعيد ومستانس؟ في يوم من الأيام سويت مشكلة وقلت يا ولد مالك إلا أهلك، بعد ما أهلي طبعا طردوني من البيت بسبب المشاكل اللي أنا أسويها. صار نومي الأساسي والمكان اللي أتعاطى فيه المقابر والخرابات والشوارع اللي ما فيها إلا المشبوهين، هذه صارت أماكن تواجدي. في يوم من الأيام بعد ما سويت مشكلة جيت لأمي قلت لها الله يرحم أبوك، الله يخليك، والله أني بوقف، خلينا نخش البيت. قالت بعيونك تخش البيت، والله أوعدك وأفعل. حنت علي أمي مسكين وقالت طيب أنا أخليك تخش البيت لكن بشرط. إيش الشرط هذا؟ أنا موافق على كل شروطك. وصرت أسلم على يدها شوية وشوية على رجلها وشوية من الحالة اللي أنا فيها التعاطي أسلم على الأرض شوية أسلم، والله قلت موافق على كل الشروط. إيش شروطك؟ قالت ما في إلا شرط واحد. إيش هو؟ قالت وقت ما النوم تطلع تنام فوق السطوح. قلت كيف يعني؟ قالت زي ما سمعت، تكون معانا في البيت وإحنا صاحيين، وقت النوم تطلع تنام في السطح. يا أمي ما يصير. قالت والله إن عجبك ولا أطلع برا. قلت لا عجبني، لأني كنت أكون في البيت معهم وأنا صاحي والدخان في يدي شوية، ماجد أرفع السجارة أحرق الفرشة، شوية بطيح السجارة أنا ما أدري دخن، خايفين إني أحرق لهم البيت ما هذا وأنا معهم، كيف لو ناموا سابوني؟ فأكتفوا إنهم يراقبوني وقت وهم صاحيين. أنا بالنسبة لهم مصيبة، قنبلة موقوتة ما يدروا متى تنفجر، على طول في البيت مراقبة. أخش الغرفة، الأخوان عندي أخوان من أمي إلا ترى خش الغرفة، أسمع خش الغرفة خش الغرفة، يمسكون سرع علي. أخش المطبخ خش المطبخ خش المطبخ، يروحوا المطبخ يعدوا الملاعق والسكاكين ويروحوا يشوفوا أنبوبة الغاز فيه ولا ما هي فيه، ما خلت لهم شيء في البيت. في يوم من الأيام أذكر إني أنا قعدت أرفع فرشة ما أدري إيش أدور، إلا شوية إلا أسمع البيت كله دو 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 جاء على. إيش عندك أمي؟ قلت ها أدور على حاجة هنا. ايش تدور؟ قلت والله ما واجيب تصريفه. قلت قلم. قالت قلم ايش يا ابو قلم؟ ايش عندك هنا؟ ايش داس؟ خايفه على عيالها مني طبعا، يلقوا حاجه واحد يستخدمها ولا ياكلها يروح يموت ولا يسوي شيء. قلت ادور قلم. قالت قلم ايش يا ابو قلم؟ ما شاء الله عليك مره مثقف، قلم قلم ايش؟ ما عرفت اتصرف الموضوع، ما عرفت كيف اصلا هم شافوني. اتري واحد من اخواني شافني قال للثاني خش الغرفه خش الغرفه خش الغرفه، امي طبعا غرفه العمليات خش الغرفه خش وبدون دف داهموني. جا مصيبة أنا في البيت طبعاً. إيه نعم أنا معترف إن أنا كنت مصيبة في البيت، صرت محترف سرقة. ما في اسطوانة غاز في حارتنا إلا سرقتها، ما في مكيف على جنب
يكون في محل التبريد إلا شلته. وأذكر يوم من الأيام صلاة جمعة، الناس يصلوا الجمعة وفي مطعم، وجيت أنا فصلت اللي حق الشواية هذه من الأنبوبة، وأنبوبة كبيرة من الحجم الكبيرة، وأشيل الأنبوبة وأنا ماشي قاطع السكة، إلا الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تخيل يوم الجمعة والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، إن الناس خرجوا من المسجد زي الحج. وتوهقت أنا ورط شايل الأنبوبة وسط الشارع والناس كلهم خارجين، إلا شوية صاحب المطعم ماسكني، فين رايح بالأنبوبة يا حرامي؟ قلت ها والله أنا ماني حرامي، بس رايح أعبيها غاز. تعبيها غاز إيه وتعبيها غاز؟ وتخيل الموقف هذا، ناس خارج من صلاة الجمعة مسكوا حرامي. اللي ما يعرف يضرب تعلم الضرب فيه، صاروا يشيلون يحطون فيه واضرب طه وبوف دش بوف، إلا أنا شوية أي أو شوية لين طخ انطفى النور. صحيت لقيت نفسي مقيد ومكلبش، حرامي يا نابيل جيب كفيل. قلت الله يرحم أمك، أنا أبويا ميت وأمي ميتة وما عندي أخوان، تكفى وسيبني، أنا عارف ما في أحد بيجي يكفني، ومن هنا ومن هنا ما أدري كيف الله يسأل لي واحد وفكوني. شوف هذا بسبب أني في يوم من الأيام كنت أبغى أنجح صرت حرامي، صار في الحارة يقولوا لي ما جي تسلفني جاء أبعدوا عنه. ليش ما جي تسلفني؟ سموني عشان هات 100 هات 50 هات مدري، وأعطيك فيلم هندي زي ما كنا نقول، أنزل دموعك وأخذ اللي في جيبك كله، قمة في الاحتيال والنصب. ما كنت أفكر إني لو أخذ اللي في جيبك يكون أكل عيالك ولا دواء لأمك، ما يهمني، كان أكثر ما كان يهمني إن أنا أتعاطى وأسكن الآلام اللي كنت أحس فيها. كنت في بيت خراب، وكنت أخش البيت هذا وأنا أتسحب على رجولي زي الحرامي، أخش البيت هذا بيت مهجور وأنام فيه. في يوم من الأيام نمت وشوية كأنه ضميري صحي، وقعدت أحاسب نفسي، يا الله الحين تموت يا ماجد متعاطي وما سويت شيء للآخرة، وللأسف راح تموت وتعفن ولا حد يدري عنك، وقبر وسين سؤال في القبر وجيم جواب ما تقدر تجاوب، ما قدمت شيء لهذا كله. لاحظ الشيطان ايش خلاني أسوي، قلت يا الله والله صح أموت وعفن وما حد يدري عني. قمت فكيت الباب حق الشارع ونمت قدام الباب بس من جوا، الرايح والجاي يشوفني. الشيطان خلاني أركز على أني أموت وأعفن، ما خلاني أركز على إيش، على عذاب القبر وسوء الخاتمة، زي اللي يقول لي ما عليه مو معصية بس لا تعفن. وأنا ما حسيت بهذا كله، والله يا أخوان الشيء هذا لما أتذكره يقطع قلبي ألم، أتألم لما أتذكر أني أنا جلس 15 سنة في طاعة الشيطان، 15 سنة وأنا أطيع الشيطان، زي ما يقول لي يمين ما أقول له لا، يسار أقول يسار معاه وأطيعه في أي شيء. ما صرت أعرف لا حلال ولا حرام ولا عيب ولا ما يصير ولا أي مبدأ صار عندي في الحياة إلا أن أنا أتعاطى فقط. إيش الحياة اللي أنا عشتها؟ والله ما تعرفون أنا قديش أتألم لما أتذكر الأشياء هذه. واللي زيد يألمني أكثر إني الآن أشوف ناس يبغى يخوض نفس التجربة، وبالعكس ويمكن خاف في بدايتها، ما أدري إيش يبغى يشوف، إيش يبغى يسمع أكثر من اللي شافه، إيش يبغى يشوف أكثر من اللي سمعه، ما أدري. شباب شباب زي الورد يبغى يروح ضحية زي ما راحوا آلاف، وأنا أقول لكل شاب السعيد من اقتدى بغيره والتعيس من اقتدى به غيره، يا أخي اقتدي فيه، شوف أنا إيش اللي صار فيه وشوف إيش صار في آلاف من الناس. للأسف في ناس يقولون إحنا تعاطينا وما سوينا الأشياء اللي يقول عليها ماجد هذه، نعرف ناس تعاطوا وكانوا يصلوا وما صار فيهم شيء، وللأسف ماجد هذا يبالغ. أنا أقول كلمة واحدة، لما تقول أنا والله أعرف واحد يتعاطى 20 ولا 15 سنة وما صار، اللي يقول لك أنا تعاطى وأصلي، نقول الصلاة إيش مطلوب فيها يا إخوان؟ الصلاة مطلوب فيها خشوع، استشعار موقفك أمام الخالق عز وجل. شوف أنا مرة كنت زي ما نقول كامخها ومستخدم حشيش ومسكت معايا أبو أصلي، وأنا أعرف أنه الإمام هذا اللي مريت من جنب المسجد حقه صوته جميل ما شاء الله وترتيله ممتاز، فخشيت المسجد لسه ما قامت الصلاة، فشوية قامت الصلاة قري الفاتحة، الإمام كان ما شاء الله صوته فعلا جميل، فبعد الفاتحة قري آيات طويلة.
سبحانه وتعالى. 21 سنة تعاطى ما صار له شيء، ليش تطالع في 21 سنة تعاطى ما انسجن مثلا؟ ولا يقول لك أنا تعاطى وأصلي. نقول الصلاة إيش مطلوب فيها يا إخوان؟ الصلاة مطلوب فيها خشوع، استشعار موقفك أمام الخالق عز وجل. شوف أنا مرة كنت زي ما نقول كامخها ومستخدم حشيش ومسكت معايا أبو أصلي، وأنا أعرف أنه الإمام هذا اللي مريت من جنب المسجد حقه صوته جميل ما شاء الله وترتيله ممتاز، فخشيت المسجد لسه ما قامت الصلاة، فشوية قامت الصلاة قري الفاتحة، الإمام كان ما شاء الله صوته فعلا جميل، فبعد الفاتحة قري آيات طويلة، فأنا كنت خاش جو مع الآيات، بس مع الصوت للأسف ما هو مع الآيات وتدبرا في الآيات. فبعد ما ركعنا وقمنا من الركوع جينا في الركعة الثانية قري الفاتحة، بعد ما أمننا قري الإخلاص قل هو الله أحد. إلا أنا قلت لا يا شيخ، عارفين ليه قلت لا يا شيخ؟ لأنه أنا أبغى يمسك بخط، أنا ماني مع الآيات، أنا مع الصوت، مع الصوت يا أخوان مو مع الآيات. والناس اللي يقولون أنا هنتعاطى ونصلي، شوف كيف يصلي الله العالم كيف صلاته، لكن الصلاة يحتاج لها خشوع، يحتاج لها استشعار للموقف أمام الخالق، تدبر في الآيات، ما هي بس طقها والحقها. ويوم تصليت صلاة الاستسقاء أنا ومجموعة معايا كنا متعاطين من الشطات، شوف اللي متعاطي من الشطات كيف حركته كثيرة وكلامه كثير، والله المستعان. فالإمام يقرأ وأنا شوية أفك الساعة وشوية أقفلها، شوية أحط يدي في جيبي شوية ما أدري إيش أسوي، شوية أفك الأزارير شوية أقفلها، وشوية أسوي وشوية أفعل. أي صلاة؟ لو كان جنبي واحد خاشع أنا شوشت عليه يمكن خشوعه. فأنا أقول للشخص اللي يقول لك أنا والله أصلي وأتعاطى، قول الصلاة عبادة وليست عادة. فجيت في يوم من الأيام خارج من المقبرة اللي أجلس فيها، فشافني واحد وقال لي يا الله يا ماجد إيش بك كذا صاير؟ إيش بك كذا ضعيف؟ ثيابك وسخة وتجلس مع الناس هذولا، إيش مخرجك من المقبرة؟ فقاعد ينصحني، هو ينصحني، أنا كنت أكره شيء لما يجيني واحد ينصحني، لأني عارف إن أنا خطأ، فما أبغاك تألمني أكثر من أنا متألم. فكان يقول لي ليش يا ماجد كذا؟ يا أخي نقدر نساعدك، أوديك مستشفى وأسوي لك. أنا كنت وقتها متواعد مع واحد، فهو يتكلم وأنا أقول أوه أوه متى هذا يخلص علينا دحين؟ تحني قال الله وقال الرسول، أنا هذا الكلام كله يألمني لأنه حقيقة، عارف أنه أنا على خطر. فهو قاعد يتكلم وأنا جاب بالي أن أنا أصرخ، قلت له يا شيخ أنا محسود، أنا ما أدري مين والله دقني عين نكبني طل فيا كذا، فحس أنه أنا خلاص ما فيا رجع راح. أنا كنت أحاول أني أوهم الناس أن أنا فيا عين، وكنت أوهم نفسي، لكن لما نسأل نفسي عين على إيش؟ عين علي يا أبو عين؟ ما شاء الله الشعر أشقر وطويل للكتف وعيونك زرق، على إيش عين؟ على مين؟ على الناس اللي تمشي معاهم محسود صوير وعوير واللي ما فيه خير، على إيش عين؟ أنا ما كنت أدري على إيش عين، أنا كنت عارف أن أنا لا فيه عين ولا فيه شيء أحد يحسدني عليه، وجهي من حرارة الشمس وحرارة المعصية والدخان والشوارع سواد معصية وسواد شمس وسواد شوارع، وجهي صار زي شكمانة ديدسن المبوش، وأقول عين على إيش عين؟ أنا ماني عارف، لكن أنا كنت أبغى أوهم نفسي وأبغى أوهم الناس اللي حولي أن أنا فيه عين، فأكيد طل فيه كذا وقال لا حول ولا قوة إلا بالله، عيني يا أبوي، وراح وسابني. جيت في يوم من الأيام ماسكيني في قضية، أنا أذكر أن أنا جالس في الشارع صحيت لقيت نفسي في مكافحة المخدرات، إلا قدامي ضابط حقق معي، شو اسمك؟ قلت فلان الفلاني، فين ساكن؟ قلت ساكن في المنطقة الفلانية. شوية طخ كف، ليش تكذب؟ قلت ها؟ لا كنت ساكن هنا. المهم كنت أكل ضرب ضرب مبرح، أثناء ما كانوا يضربوني عشان أعترف أو عشان أنا ما تلفظ عليهم، أنا كنت هم يضربوني أقول يا الله متى يخلصوا ضرب يفكوني هذولا، أبغى ألحق المشاوير الثانية اللي عندي، أبغى أروح أتعاطى، فهنا أنضرب أستنى متى يخلص الضرب عشان أروح، بس المرة هذه ما فيها تروح. الضابط هو يحقق معايا قال لي تعرف المدرسة الفلانية؟ قلت لا. قال لي أقول لك ما تعرف المدرسة هذه؟ قلت يعني والله يمكن، أنا خفت، أنا نكرت لأني خايف نكون مسوي شيء جنب المدرسة وناسي مصايبي كثير، وزي ما قلت لكم خارج التغطية أنا ما أدري. فجلس شوية يجيب لي أسماء مدرسين، وشوية قاعد يجيب لي أسماء مرت علي، عارفين من طلع؟ عارفين من طلع؟ طلع زميلي في الابتدائية، كنا ثنائي خطير لما نلعب كرة قدم، على كتفه نجمتين وأنا حيكتب سجل المدني سابقة ترويج مخدرات. شوفوا الفرق، حط سيب المعاملة على جنب وقال لي يا الله إيش سوى فيك كذا يا ماجد؟ أنت ما كنت كذا، كنت عكس كذا نهائيا، ليش صار معك كذا؟
ردي كان أسوأ من اللي أنا فيه، لأني ما عرفت أرد عليه. ساعة أقول له أنا مبتلى، شوية أقول له أنا مسحور يا شيخ، قال لي ماجد مسحروك عليش يا ماجد، عليش اسحروك؟ قلت والله ما أدري، با تدري ريحنا بس لا تقلب المواجع وكفاية اللي أنا فيه. فقال لا إله إلا الله، يكون في عونك يا شيخ، إن شاء الله تكون هذه لك عظة، وإن شاء الله أنك تتوب بعدها. قلت لا، من ناحية التوبة لا، إن شاء الله أنا تايب وخلاص، وأوعدك وعاهدك إنه معاد تشوفني إن في الأماكن الطيبة وتسمع عني أخبار ممتازة بإذن الله. رحت السجن، تعرفت على عدد أكبر من اللي أنا كنت أعرف. خرجت من السجن وأنا مهدد إن أنا أنقص لو أنا رجعت لترويج المخدرات. رغم هذا كله كنت أروج مخدرات. أنا ما كنت أروج المخدرات أساس إن أنا بطل أو أنا ما أخاف من الموت، لا والله أنا أخاف من الموت خوف، لدرجة إني كنت عاطى المخدرات وأحط الإبرة في يدي وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الجنان، فعلا أنا كنت أخاف من الموت وكنت أروج، وأنا كنت مهدد إن أنا أنقص لأني ماني قادر أوقف، لأني كنت أروج عشان أحاول إن أنا أوفر المادة، ما كنت أروج عشان ما أخاف من الموت. لا والله إني أخاف من الموت لأني عارف إن أنا على خطأ، ما قدمت ولا شيء لآخرتي. كان في واحد من المتعاطين اللي أتعاطى معاه، كنت أجي البيت وأتعاطى عنده، فكان دائما يأخذ إبرة ويقول هذه بعطيها واحد صاحب، فكنت أخليه يأخذها. فيوم من الأيام مسكت خطأ وقلت له مين صاحبك هذا؟ قال لي يا ابن الحلال هذا واحد خوي، خلاص يا أخي الله يستر على عبيده. قلت شوف خوي، أدخل خلت أسنانك وأسنانه، وبعدين لا تقول لي الله سمى نفسه الستار والأمور هذه، هذه ثانية الأمور دي تقول الواحد غيري. أنا نص المتعاطين أعرفهم لو مو كلهم. مين؟ أول شيء ما رضي يقول لي لأن أحتاج يتعاطى. قال لي اللي طلع خوي وهذا أخته، ماتت الغيرة ومات كل شيء قيم ونبيل في الشخص هذا، طلعت أخته اللي تتعاطى. وبعد فترة اكتشفت أنه عنده أخت ثانية تتعاطى، لا واثنين أخوان، يعني ثلاثة شباب هم يتعاطوا وبنتين وأبوهم على رأسهم يتعاطوا. أنا أقول الحمد لله إن أنا ما وصلت للمرحلة هذه ولا سويت كذا. أسرة مفككة، لكن شوف هناك بالنقيض أسرة تتعاون على ذكر الله، تتعاون على عبادة الله، يتمشوا سوا ويعاونوا بعض ويروحون ويجون ومستمتعين بالحياة بما يرضي الله سوا. لكن شوف الأسرة هذه، نسأل الله السلامة واللطف، مفككة بسبب عطوا خير، بسبب شدت فكت مسكت، هذا السبب. يوم خشيت المستشفى على أساس أن أنا أوقف، فوقفت 6 شهور. ولاحظوا يا أخوان، 6 شهور وقفت عن تعاطي المخدرات، لكن سويت مصيبة أكبر من تعاطي المخدرات وأنا ما كنت أشعر. أنا كنت أشرك بالله سبحانه وتعالى وأنا ما أدري، كنت أخش أصلي وأراء الناس إن أنا أصلي عشان يقولوا ماجد أتعدل، ماجد صار كويس، وأنا ما كنت أشعر. المخدرات خلتني أشرك بالله وأنا ما أدري، كنت أخش المسجد وأصلي وبعد ما ينتهي الإمام من الصلاة ويسلم، وبعد ما نقول استغفر الله كنت أسلم على اللي جنبي سلام عليكم وأحط يدي في يده عشان يشوفني في المسجد، عشان أحصل على اللي أنا أبغاه يا في المسجد يا برا المسجد. أقول له عنده 500 ريال، أنا عندي ظروف وأنا عندي ومحتاج. فين شافني؟ في المسجد، وإيمانيات، والواحد إيمانياته مرتفعة وروحانيات. أستغل النقطة هذه، اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم، ما لي حيلة إلا هذا الشيء. أنا حقيقي أنا ما كنت أحس باللي أنا قاعد أسوي. فواحد يقول واحد يقول له شفت ماجد ما شاء الله في المسجد، سامع عنه أخبار زينة، موقف ويصلي ما شاء الله عليه، خاف الله. الرجال هذا جن جنونه لما قال له ماجد خاف الله، قال له إيش؟ ماجد خاف الله؟ قال لي ماجد خاف الله، قال له ماجد خاف الله، ماجد لما يسوي شيء الشيطان يقول له خاف الله. شوفوا الفكرة اللي ماخذها عني، عارفين ليش ماخذ عني كذا؟ لأني أنا كنت أسوي جرم عظيم وأنا ما كنت أحس. أنا كنت لما أجي رايح للبياع ولا رايح أسوي مصيبة جديدة كنت أدعي من الله إن أنا أعصيه، وأدعي من الله إنه يوفقني إن أنا أعصيه وأنا ما أدري. كنت أقول يا رب
يا رب وفقني يا رب إنه البيع ما يروح، يا رب وفقني إن أجيب الفلوس وأشتري البضاعة الفلانية، يا رب تطلع أصلي، يا رب إن من أسرق ما يمسكوني، يا رب ألقى حاجة ثمينة أسرقها. لا إله إلا الله. شوف أنا كيف كنت أسوي وأنا ما أدري. سبب إيش؟ سبب المخدرات. أدعي من الله إنه يوفقني إن نعصيه. والله سبحانه وتعالى كريم، وكان يمهني بكرمه ورحمته وأنا ما في كرمه معايا، كان يخليني أتمادى وأنا ما أشعر، والشيطان كان فوق راسي، وشيطان الإنس وشيطان الجن كلهم حولي. إيش تبغاني أسوي أكثر من كذا؟ أكيد أسوي أسوأ من كذا. كنا مخيمين في أبحر، أبحر هذه منطقة في جدة على البحر، فكنا مخيمين نعصي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أنه يغفر لي. خيمة فيها من الطرب والطقطقة والشكشكة والحشيش والحبوب وشي شي الله لا يوريكم. فنزلت أنا وسط البلد، نزلت جدة على أساس أن أنا أجيب بعض الأغراض. إيش هي الأغراض؟ تموين، ورحت أجيب مخدرات جديدة بدأت تنتهي اللي عندنا. فرحت وقلت خلينا أمر البيت أجيب بعض الأغراض لي. وأنا في البيت اللي أمي تقول لي تعال وين رايح؟ قلت إيش في خير؟ قالت تعال أبغاك. قلت والله مستعجل. قالت تسمع ابن الحلال؟ قلت يا ابن الحلال مستعجل. قالت تسمع ترى أبوك مات. قلت نعم. قالت أبوك توفى. وأنا إيش يخصني والله بهذا الرد؟ قالت كيف أبوك؟ قلت وينه أبوي عني؟ وينه عني؟ فتحت عيوني ما شفت أبوي. أنا جاني وأنا عمري سنتين، أخذني معاه صورني وبعدها ما عاد شفته. عطني الصورة، هو صورة يعني زي اللي يعور قلبي فيها. طبعا أنا ما أسقط على أبوي رحمة الله عليه، لكن دور الأب مهم جدا. فأنا أقول لكل أب، أبنائك محتاجينك أكثر من محتاجين المادة، أبنائك محتاجين حنانك، محتاجين متابعتك أكثر من محتاجين فلوسك وجيبك. فلما قالت لي توفى قلت أنا ما هو شغلي، أنا هذا إيش لي صلاح، ما يخصني، هذا ما هو من شغلي. فقالت يا ماجد لابد أنك تكون موجود في إجراءات لازم تسويها. فقلت يا الله يلا ما لنا عاد إلا نتقبل الأمر، يلا مشينا. فأثناء ما سوي الإجراءات الدفن وهذا، وأنا أقول في داخلي يعني أنا ما استفدت منك شيء وانت حي وتعبني وانت ميت يا أخي، كان يشوفوا غيري يدفنك. فبعد ما دفناه كأنه منزلوا خشبة في القبر، ما تحرك فيه ساكن، لأني أنا أصلا متعاطي أصلا وفاقد للأحاسيس ومشاعر الإبن لأبوه لأني ما عشت معاه وشيطاني كان قوي، فما كنت حاسب هذا كله. فوقت ما دفناه بعد نص ساعة يدور على ولده المتوفي ما لقيه. وين راح في المقبرة؟ إلا أنا راكب سيارة وحاط رجلي. وين رايح؟ رايح أبحر. أيوة بلحق خمر وحشيش وطرب ومش عارف إيه، ماني ناقص لا حزن ولا شيء، حطيت رجلي. شوف المخدرات إيش خلتني أسوي وأنا ما كنت أشعر. تفاجأت في يوم من الأيام كان عندي مريض وجاء أبوه وقت الخروج، فكان يتكلم معاي على الخطة إخراج الولد هذا أو المريض من المستشفى، إيش ممكن يسوي بعد ما يخرج وإلى آخر. فاكتشفت هو يتكلم وانا اتكلم مع الاب والابن واقف، الا شويه سالوا سؤال حسيت شيء ما هو طبيعي، يعني جاني احساس غريب. الا يقول لولده انت السنه هذه فيت صف. انا تفاجات من السؤال، سكت. بعد شويه كذا بطريقه غير مباشره سحبت الاب على جنب وقعدت اتكلم معه، اساله الولد هذا نمط حياته في البيت كيف، كيف عايش وانت ما انت داري عنه، يعني حبيت اعرفه. فلاحظت انه الاب يوم قلت له كيف ولدك عايش في البيت، يعني هل ينام مع اخوانه وينام مع غرفه لحاله؟ قال لي لا انا ماني مقصر معاه ولا في شيء، انا معطيه غرفه لحاله لها بابين، باب على البيت وباب خارجي. وانه انا سالته ايش فيها الغرفه هذه، قال لي الغرفه فيها دش، طبعا تلفزيون ودش وفيديو واصحابه يجونوا فيها. قلت له طيب انت ما تخاف على ولدك؟ قال لي انا واثق فيه. كنت اي ثقه تعطي شاب غرفه وفيها دش لا يقل عن 300 قناة فضائية وقناة بذيئة تعرض أشياء واطية جدا وشباب وباب خارجي، ويقول أنا واثق في ابني؟ أي الثقة هذه؟ إذا أنت واثق في ابنك كيف تثق في الشيطان؟ في قرين ابنك كيف تثق؟ كيف تثق في أصدقاء ابنك؟ وإذا أنت واثق فيهم كيف تثق في شياطينهم؟ ما هي ثقة هذه؟ هذه ثقة مدمرة. فأنا أتمنى من كل أب من كل أم يتابع يحاسب يراعي الأبناء، ما يبغون الفلوس بس ولا يبغون الثقة العمياء، يحتاجون المراعاة. حسسوا أنك أنت معاهم، أعزم أصحابه يوم من الأيام، شوفهم منهم كيف تعزلوا عنك وتقول أنا واثق فيه، ولما يقع في مشكلة تقول والله أنا ما قصرت. لا والله قصرت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ابنك ما يبغى مالك، يبغى اهتمامك أكثر من مالك.
يوم من الأيام كان عندي مادة وداسة في البيت، فجيت البيت أبغى أخذ المادة بتعاطى، ومحتاج إن أنا أتعاطى، أدور يمين شمال أحط هذا وأشيل هذا ما لقيته، قلت وقت كنت ضيعت مدرسة داسة في مكان ثاني، وأشيل وأحط وأرفع ما في. بعدين عرفت أن أمي لقيت المادة هذه وشالتها رمتها في الحمام وسحبت السيفون عليها. إلا أنا جن جنوني، كان عندي مسدس عيار 9 مللي. تخيلوا يا أخوان أني أخذت المسدس هذا وأشهرت عليها وقلت والله العظيم قسما بالله لو ما طلعين المادة لكان أنا أطخك ذحين وأجيبك الأرض. أمي انهارت ما عرفت إيش تسوي، صارت تطالع فيها ما قالت تتكلم، وفي بالها يمكن كانت تقول يا الله هذا اللي كنت أبغى يطلع طبيب، هذا اللي كنت أتمنى الناس يقولوا أم الضابطة هي ولا أم الدكتورة هو، يا الله ما عرفت تسوي ولا شيء. وأثناء ما هي كانت تبكي أنا كل اللي كان يدور في بالي مين أقرب شخص جنبي في الحارة أقدر أحصل من عنده على مادة تريحني من التعب اللي أنا فيه. والله سبحانه وتعالى جابها بعد الشرك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأنا رفعت مسدس وكنت بقتل أمي بسبب المخدرات، بسبب المخدرات كنت بقتل أمي ونسيت وتجاهلت أي شيء يربطني فيها، لا قول الله عز وجل ولا قيم ولا مبادئ. أسأل الله أنه يغفرني. ولا كنت أقول له أصلا أنا ماني ولدك ما أدري من فين جبتيني أنت، وأقعد أسب فيها. تخيل أني أنا كنت أقول لأمي أنا ماني ولدك من فين جبتيني، لا إله إلا الله إيش شعورك كان الوقت هذاك. ما أنتوا عارفين قديش هذا الشيء يعلمني يا أخو. كانوا معايا أصدقاء تعاطي، فقررنا أو كنا نتكلم على أساس نقرر توقف عن المخدرات. واحد قال أنا بودع المخدرات وأخذ لي جرعة ونسميها وداعية، أبغى أودع المخدرات وأوقف. أخذ له جرعة وراح بسيارته في منطقة نائية وتعاطى، ملك الموت قال له ما يمديك ما في فرصة، مات بسبب الجرعة هذه. ولما مات في السيارة ما كان أحد يدري عنه، جلس فترة طويلة حرارة الشمس وحرارة السيارة تفجر وسط السيارة. لما جاءوا ينزلوه لفوه بشرشف ونزلوه من السيارة. ولما جاء أخوه يقول لي كذا يبي يخوفني يبغاني أتعظ عشان أوقف، قلت في نفسي أصلا مين قال له يروح المنطقة هذه ويتعاطى ولا حد معه. شوف كيف الشيطان كان مسيطر عليه والتعاطي كان مسيطر عليه. الثاني قال هذه صراحة رسالة وأنا بوقف أتعاطى في بيت بعيد عن الناس كلهم، وجلس فترة طويلة في البيت هذا ميت وما حد درى عنه فترة طويلة لأن الناس اشتكت. لما انكسروا الباب حق الشقة لقيوه سايح والدود ملي الغرفة درجة أنه طالع فوق الجدار لأنه ميت في زاوية. أخوه لما جاء يقول لي ما عرفناه، عرفناه بدبلة في صباعه مكتوب عليها اسمه. تخيل هيكل صار. ولما جاءوا برضه يقولوا لي كل اللي في بالي أقول إن شاء الله أنا ما أصير زيه. هذا اللي كنت أعرفه، أو كنت أقول ما يعرفوا يتعاطوا، دائما أنا إن أنا فالح أحسب نفسي. وواحد تعاطى في سيارته وصار له حادث وخرج من القزاز حق السيارة، من السيارة في الخط وتجي السيارة تفرم وفرم، هو متعاطي، وبعدين لقيه في السيارة أدوات التعاطي وتعاطي. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. والرابع أنا، كيف نجيت أنا ما مت؟ هل أنا أذكى منهم؟ لا والله. هل أنا أحسن منهم؟ لا والله. هل أنا أقوى منهم؟ لا طبعا ماني أحسن، ما هي إلا لطف من الله سبحانه وتعالى إن أنا ما مت، وكانت رسالة لك يا ماجد إنك توقف لطفا منا وليس شطارة منك. أسأل الله أنه يثبتني. صدقوني يا أخوان أنا متوقفت ما هو شطارة مني، ما هي إلا أسباب الله يسرها لي، وأنا بدأت أخذ في الأسباب. جيت يوم من الأيام جدتي توفت وحضرت الدفن، ونفسي أعرف الشخص اللي تسبب بنزول القبر وأدفن عشان أشكره، وأنا يعلم الله إني أدعي له إنه الله يوفقه ويثبته ويزيع عني خير جزاء. فأنا كنت متعاطي وفي جيبي إبرة
متعاطي لدرجة اني ما اشوف حتى ايش اللي تحت رجلي، يا دوب اشوف. فخلوني انزل، انا ما ودي انزل صراحة، كنت خايف من الموقف. نزلت، ولين نزلت ولامست رجولي تربة القبر حسيت ببرودة غريبة، برودة عجيبة جدا ما حسيتها في يوم من الأيام، ولا أدري كيف إحساس البرودة. وفي حوار داخلي دار سريع قوي عنيف، حوار كان عبارة عن أسئلة: يا ماجد أنت الآن داخل القبر ومتعاطي وحي وحتخرج من القبر، ولاحظوا أني أنا كنت متأكد أني راح أخرج من القبر، راح تخرج من القبر وما راح تصلي، أنا كنت متأكد أني راح أتعاطى لما نطلع، ولأن أخرج من القبر ما راح أصلي، وكنت راح أتعاطى وكنت هموت وحرجع القبر هذا وحترجع لا لك لا حول ولا قوة. مين اللي كان حيفكك هنا؟ إيش قدمت للمكان هذا؟ إيش راح تسوي؟ فين أبو فلان وأبو فلان؟ وين طنش تعش تنتعش؟ ما عاد فيه، صارت طنش تعش تنكفش تنفرش. فين؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ما كانت عندي إجابة، ما كان عندي رد ولا حلول، إلا لما خرجت من القبر زي المجنون يسألوني وين رايح، ما رديت على أحد، ماشي مجنون خبل ماني عارف ولا شيء، أمشي بس. وكل ما تعاطى يخرج لي منظر القبر ومشهد القبر والوضع، ماني عارف إيش أسوي، وكنت أزيد أتعاطى وما ألقى راحة، ألقى ألم، زاد الوضع زادت الحالة، ما عرفت إيش أسوي، بس كنت أعرف أتعاطى أزيد وأتعاطى أزيد أتعاطى. وكل ما أذكر الآية هذه أتألم، كل ما أسمعها في مكان أتألم. فيوم رحت وأخذت قرار إن أنا أوقف، خشيت المستشفى، انتقلت من منطقة إلى منطقة، خشيت المستشفى وأنا فاقد الأمل في كل شيء في الدنيا، وكنت أقول عن نفسي إني أنا زي فقر اليهود، لا أنا مستمتع في الدنيا ولا حتنعم في الآخرة، كنت أقول إني أنا من أهل النار. وهذه الأشياء أو المعتقدات هذه والقناعات اللي تخليني كل ما أخرج من المستشفى أقول شوف الناس رافضينك وما تقدر تشتغل ولا تدرس ولا مستقبل ولا شيء، هي خاربة خاربة خلينا نعميها وأزيد أتعاطى من جديد. فلما خشيت المرة هذه وأنا جالس في المستشفى كان عندي قنوط من رحمة الله، استغفر الله العظيم، كنت أبغى الناس كلها تساعدني لكن كنت ما أطلب المساعدة من الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكنت جالس بعد ما تجاوزت مرحلة الأعراض الانسحابية وأنا حاسب نفسي طيب وبعدين وآخرتها وش حتسوي لن تخرج، فأخاش في الموال هذا حترجع تتعاطى من جديد. فكان في واحد يقول في محاضرة يا شباب محاضرة، فجيت خشيت المحاضرة هذه إلا أسمع شباب يتكلموا بنفس المشاكل اللي أنا عانيت منها، لقيت الناس اللي يتكلموا هذول كانوا مدمنين وتعافوا وعاشوا حياة جميلة، الآن عايشين حياة جميلة أفضل من الحياة اللي كانوا عايشينها اللي أنا عشتها أول. حسيت بغيرة، حسيت بألم، ليش هم نجحوا رغم انهم سووا نفس الاشياء اللي انا سويتها وقد يكون اسوأ من اللي انا سويتها؟ حسيت بشيء من الامل لكن كان ضعيف جدا. فيوم من الايام جالس الا اسمع واحد يتكلم مع واحد جنبي من المعالجين في المستشفى، انا جالس وزي ما يقولوا رامي اذني عندهم واسمعه يقول له يا اخي توب، وقاعد يتكلم معنا التوب، واخنق هذا الشخص اللي يتكلم، كنت بقول يا اخي ماني ناقصك يا اخي صحي الامي ومواجعي، وكمل وقال طرت من الفرح، حسيت الدنيا كلها احتضنتني، الدنيا كلها ضحكت لي وقتها، قلت الله اكبر، هذا كل اللي انا سويته المعاصي والسرقه والسجون و و و الى اخره، هذه كلها تنقلب حسنات؟ نعم شر،
تعمل ثلاثة أشياء: توبة وإيمان وعمل صالح. وقاعد يقول قصة عمر بن الخطاب يوم كان يجي للصحابة: أنا أكثركم حسنات. قالوا: كيف يا عمر وأنت أحدثنا إسلاما؟ قال: لأني كنت أكثركم سيئات في الجاهلية وتبت والله بدلها حسنات. حسيت أنه أنا وقتها، سامحوني على هذا اللي أنا حقوله، أن أنا خشيت في الإسلام. هذاك الوقت حسيت أن أنا دوبني أسلمت. بديت أتابع البرنامج العلاجي، وصرت أتابع المحاضرات في الرعاية اللاحقة، وكنت أطبق الأشياء اللي يقولونها، رغم أنه أنا كانت ما تناسبني بعضها. وتعلمت أنه الشيء يا ماجد اللي ما يجي مع هوى نفسك ويخالف هوى نفسك، هذا أكثر شيء أنت محتاجه الآن. لما قالوا بعد على الأشخاص اللي تعاطوا ما عجبني، عرفت أنه هذا أنا محتاجه. ولما قالوا بعد على الأماكن اللي فيها التعاطي، لما بعدت عنها عرفت أن أنا محتاجها. ولما قالوا إلزم صحبة أحسن من الصحبة اللي كنت ماشي معها، بديت أطبق العلاج أو الخطة العلاجية زي ما وصفوا لي هي، رغم أنه في أشياء كثيرة ما كانت تناسبني. طبقتها، بعد فترة الله من علي واختاروني في دورة علاج إدمان. ترشحت الدورة هذه، واتذكرت أنه من ترك شيئا لله بدله الله خيرا منه. بعد ما كنت المدمن والمروج واللي ثيابه وسخة ووجهه محترق من المعاصي والدخان وثيابه محترقة، حسير معالج في الإدمان، طار عقلي. ما صدقت أنا بعد ما كنت أتعاطى مع المتعاطين وأبيع لهم واشتري منهم أنا أعالجهم. لكن ما في شيء على الله بعيد، من ترك شيئا لله بدله الله خيرا منه. إذا أنت على معصية اتركها عشان الله، ما هو عشان بابا ولا عشان ماما ولا عشان العمل ولا عشان صحتك ولا عشان الناس، وشوف الله إيش حيسوي معاك، زي ما سوى معايا وممكن أفضل من اللي صار معايا شوية. إلا أنا أشتغل في نفس المستشفى بعد ما انتهيت الدورة هذه، بعد ما درست سنة ونص تقريبا وطبق 6 شهور، أشتغلت في نفس المستشفى، وبعض الأفراد اللي اشتغلت معاهم كانوا من المتابعين حالته. شوف قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته. لكن أنا بقول لك شيء للآن أنا أعاني منه، وأنا بعتبره تحذير، أنك لا تتوقع أنه كل شخص ممكن يتعاطى ويخوض التجربة هذه ويطلع منها بسلام ويقول لك هذا ماجد هو تعاطى وسر له والآن شوف معالج في مستشفى الأمل ووضعه ممتاز. لا، ما في ضمان. هذه معاناتي يا شباب، أبغاكم تسمعونها وتأخذون العظة، وليس المغامرة. للآن أنا أعاني يا أخوان من الماضي، أحيان أعاني من نفسي، وأحيان أعاني من المجتمع، وأحيان أعاني من أهلي وهم ما يقصدوا طبعا. أنا أقول لكم موقف وعليك الحساب. يوم من الأيام جاني ضيف، بعد فترتي الطويلة في التوقف جاني ضيف، ودخلت جك موية وطفاية دخان. أنا الحمد لله ما أدخن، مبطل الدخان من فترة طويلة، لكن خوية هذا يدخن. أنا قلت طفاية، أمي عرفت أن أنا بجيب طفاية الدخان، فاستغربت كيف ماجد رجع للدخان وجك موية. فبعد 10 دقائق أو ربع ساعة إلى الباب يدق دف 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 دف. أنا قلت أخوي إيش فيه؟ قال لي ما أدري، تسألني ونبيتكم؟ قلت والله صح. دقيقة فكيت الباب، إلا أمي ورا الباب تصيح تبكي: إيش فيه؟ قالت ليش يا ماجد كذا؟ قلت إيش فيه؟ صلي على النبي، إيش صار؟ أحد سر من البزورة شيء؟ قالت لا، أنت رجعت تتعاطى؟ قلت ليش قلت كذا؟ قالت جك الموية والطفاية. قلت وش بجك الموية والطفاية؟ قالت من سنين يا ماجد انت مكون معاك جك موية وطفاية، يعني معناته تتعاطى. تخيل انه جك موية وطفاية صحة عندها مواجع، مواجع انا ما ادري عنها طبعا، انا ما ادري. شوف انا ايش اللي سويته كمان ما ادري، يذكرها بالتعاطي وبالآلام. قالت لي يا ماجد انت ما تدري انت ايش كنت تسوي، وكنت تألمني في اليوم 1000 مرة. لاحظوا يا أخوان الضريبة بسبب التعاطي، للآن أنا أدفع ضريبتها. فأذكر بعد ما الله مان علي بالتوقف والتوبة، أسأل الله أن أنا أكون تائب وأنه يثبتني على ما أنا عليه. صار لي تكريم أنا ومجموعة من الشباب زملائي من الأمير سلطان بن فهد لأجل جهودنا بالتوعية بضرر المخدرات، وكان تصوير وتلفزيون وصحافة وإلى آخره. فأمي جابوا لها أخواني الصور، جابوا لها الجريدة شافت الصورة، ما أدري كيف حصلت على الصورة، أمي لا هي صاحبة صور ولا من النوع اللي يحتفظ بصور ولا شيء. فنزلت يوم من الأيام جيت البيت إلا لقيت أمي مكبرة الصورة هذه في المجلس، على أمير سلطان يسلم علي وصحافة وضباط. فاستغربت إيش هذا يا ماجد، غريبة يعني. قالت يا ماجد بكل ألم قالتها
قالت يا ماجد انت ما تدري الحريم لما كانوا يجوني ويقولوا لي فين ماجد وشغالين علي ألم، وانا ما كنت اعرف اقول شيء الا كنت اكذب بسببك، يوم اقول لهم ادرس ويوم اقول لهم مسافر في دورة وانت في السجن ولا في المستشفى. قالت خليهم يشوفوا دحين انت ايش صار فيك وفين وصلت، خلي كل واحدة تجي دحين تشوفك، شوفوا الألم اللي انا مسبب والسنين هذه كلها وانا ما ادري. لاحظوا الألم هذا كله. عشان كذا اقول يا اخوان ما في ضمان انه اي شخص يروح يتعاطى ويرجع من جديد للحياة. انا الان ادفع الضريبة، لا زلت ادفع مني ساعات ومن المجتمع ساعات ومن اهلي ساعات. لاحظوا يا اخوان انه الشيطان الان صار شغال معايا اكثر من اول. الشيطان اول بالنسبة له انا من المنسيين، خلاص ما هو يحتاج يغويني بشيء، شغال لحالي بالريموت كنترول من بعيد. لما توقفت الشيطان قام حاول يشتغل معايا اكثر. ايوه له سنين حاط رجل على رجل ويشرب معسل يشوفني من بعيد ويراقبني وانا شغال لحالي. الان انا وقفت، بديت اصلي، بديت ادعو، بديت اقرا قران، بديت انصح الناس اوريهم التجربه، بديت اعالج. والله معقوله يفرط هذا مني؟ لانه فيه عهد. لما اخذت قرار اني اكون المستثنيين في الايه الا عبادك منهم المخلصين، جلس الشيطان على رجل ونص. الان صار يشتغلني باشياء كثير. مره يا اخي غازل ما في مشاكل، مره دخن بسيط الدخان اهم شيء وقف مخدرات، مره والله قنوات فضائيه، مره ما ادري ايه ومره ما ادري ايه. لكن باذن الله اني بخزيك يا ابليس باذن الله، واسال الله انكم تدعوا لي بالثبات. لا تتوقع لما تبعد عن المعصية الشيطان يسيبك، لو سابك شيطان الإنس ما سابك شيطان الجن. فالآن هم حريصين جدا إنهم يزيد عدد المتعاطين والناس اللي معاهم في نفس المشاكل. أنا عندي رسالة للأخوان المتعاطين وغير المتعاطين، الناس اللي تتوقع أنه الذكاء في المخدرات أو النجاح، أنا أقول لك موقف وانت عليك الاستنتاج. في يوم من الأيام أنا كنت متعاطي وكنت مقزز زي ما كنا نقول، وجالس على سيارة وجاني شخص. أنا عارف أنه الشخص هذا متعاون مع رجال مكافحة المخدرات الله يقويهم، لأنهم هم يستعينون ببعض المتعاطين في القبض على المروجين والبياعين فنسميه مخبر. فجاني هذا الشخص وأنا جالس وقال لي ها يا ماجد عيونك حلوة يا أخي ما في شيء، إلا أنا نزلت فوق السيارة. قلت تسمع والله لو ما تروح لا أفعل لك وأسوي لك، يلي فيك ما يخطيك، يلا أقلب وجهك. أنا عارف أنه هو معاه فرقة مكافحة الآن، فقلت يا ولد سويت عليه أسد شوية، يلا حط رجلك بس يكفيك، لا يجون الحين الفرقة وتفتيش وتلطيش، هيا بس حط رجلك. طليت على اليمين كذا اللي فيه التيمة واقفة، قلت يا ولد خلينا نطلع مع رائد التيمة هذا وأتخلص من الشارع هذا وأمشي بس. ركبت مع رائد التيمة، مشينا حوالي 20-30 متر طالع في السواق، أفا والله ما أعرف الرجال. أدقق ثاني مرة والله ماني عارف. إلا قال لي إيش بك يا ماجد ما أنت عارفني؟ إلا قلت والله يا ريت تذكرني، سويت إني عارف. عارفين من طلع؟ أنا طلع ضابط الفرقة اللي أنا أصلاً شارد منها. فيقول لي ما شاء الله جيت برجولك معاك الرايد فلان الفلاني، والله كنت بقول له معاك المغفل ماجد الفيصل. هذا اللي كنت أتوقع أن أنا ذكي، هذا لما أنا حبيت أستخدم ذكائي. وين المخدرات؟ أنا في حالة عدم استبصار، في حالة لا أدرك، في حالة قلة وعي، سوء تصرف، وفين الذكاء هذا اللي يشرد من المخبر ويطلع مع الضابط؟ هذا أحد المواقف اللي الناس تقول أن المخدرات فيها ذكاء، يا ريت يراجع نفسه في المقولة هذه. وهذا التحذير أنا أختم فيه كلامي، وأسأل الله التوفيق لي ولكم، وأسأل الله أن نكون هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تمت العمليات الفنية في استوديوهات مجموعة إضاءات الفن الإعلامية، مهندس الصوت إبراهيم السحيباني، صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، عنيزة، هاتف رقم 06-363-5440، فاكس 06-363-5441. شكر خاص للشاعر حسن القرني والمنشد أبو ريان، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. إذا ما رأيت دموعي يتجري فأنت بما في فؤادي يتدري، تموطن بؤسي بقلبي وصدري، وأوقاد في داخلي كل جمري. نأيت كثيرا كثيرا، وقد مزق الذنب في الضمير، وعشت وحيدا بئسا حقيرا. فتعسا لنفسي وتبا لعمري، فتعسا لنفسي وتبا لعمري. قطعت لأجل السموم الطرق، فلم أجن غير صنوف القلق، وظلم الليالي ومر الأرق، وحزني يعانق بؤسي وقهري. أنا المدمن المسرف المذنب، أنا التائه البائس المجدب، فأمي هوايا وذنبي أبو، وسري يقبل في الذنب جهري، وسري يقبل في الذنب جهري. فأي حياة الجفا في حياتي، وأي مصير عليه مماتي، إذا أنا أحرقت في الذنب ذاتي، وأصبحت رهنا لدود وقبري. إذا ما كسرت قيود الردى، وأركضت خيلي عبر المدى، وعانق وردي قطر الندى، فطهرت بالذكر قلبي وصدري، فطهرت بالذكر قلبي وصدري. أيا رب هذا أنا قد أتيت، نأيت بعيدا ولكن رجعت، علمت بأنك تعفو فجئت لأعمر بالخير والطهر عمري. أيا رب هذا أنا قد أتيت، نأيت بعيدا ولكن رجعت، علمت بأنك تعفو فجئت لأعمر بالخير والطهر عمري. أيا رب هذا أنا قد أتيت، نأيت بعيدا ولكن رجعت، علمت بأنك تعفو فجئت لأعمر بالخير والطهر عمري.